اللهم لا تجعلنا من المحرومين اللهم لا تجعلنا
اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين وعن سائر الصحابه اجمعين وعنا بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك، اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك، اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك، اللهم انا ظلمنا انفسنا، اللهم انا ظلمنا انفسنا، اللهم انا ظلمنا انفسنا، اللهم انا ظلمنا انفسنا، اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا رب الصواب يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين ويا ارحم الراحمين ويا ارحم المساكين ويا ارحم المساكين. اللهم ارحمنا بالبيت، اللهم ارحمنا بالبيت، اللهم ارحمنا بالبيت،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.